بس كلام. أما حاليا وصلنا لفقرة أبليكيشن ستور، واليوم حبيت نشارككم بتطبيق يعني صحي شوية أو طبي. ففيها البنات يشكو من قصة ما يعرفش الكمية المناسبة من المية اللي يقدر يشربها، أو كيف يعرف ممكن إن جسمه محتاج للمية فعلا أو لا، وبالذات هذه المشكلة في فصل الشتاء، يعني توا في الصيف فمع ارتفاع درجة الحرارة ف يعني مركز العطش في الدماغ يشتغل أساسا وبتحس روحك عطشان فبتمشي تشرب المية. أما في فصل الشتاء مرات مع الجو صقع هيك فأنت ما تشربش المية وتحس روحك أنت مش عطشان ولكن جسمك فعلا محتاج المية. ففي أبليكيشن رائع جدا حتلقوه في المتاجر الإلكترونية اسمه Water Your Body. فهذا ميزة التطبيق أنه حيحسب نسبة المية اللي يحتاجها جسمك بناء على اللي هو مؤشر الكتلة للجسم اللي هو بتعطيه الوزن والطول، فهو بيطلع لك يحسب لك البادي ماس اندكس او الكتلة مؤشر كتلة الجسم. فمع التطبيق ومع مجموعة من البيانات اللي انت حتسجلها وتسجيل نشاطك اليومي فيعطيك نسبة المية اللي انت فعلا محتاجها اليوم وكم ناقصك مية في نهاية اليوم. فالتطبيق رائع جدا حيساعدكم، يعني حتى لو ما كنتش انت فعلا عطشان او مش عارف جسمك كم محتاج المية، في ناس تشرب بزيادة وهذا برضو مش كويس، وفي ناس ما تشرب أقل وهذا برضو مش كويس، فيحاول يساعدك إنك كيف تحافظ على النسبة الطبيعية من المية اللي أنت تشربها. طبعا إحنا نعرف إسماعيل يعني بصفة عامة ديما يقولك 8 أكواب يوميا، يعني الرجال يحتاج 3 لترات، النساء أقل بشوية يعني زوز لتر ونص، فهذه النسبة اللي يعني هنقوله على العشوائي ديما حاول تشرب 8 أكواب يعتبر كويس. مع التطبيق هذا يعني حتزيد ممكن تحس إن في فرق أكتر انك تعدل النسبة على المضبوط، يعني فجربوا تطبيق Water Your Body. انا قصدي بجديات والله بجد انهنيك على التطبيق هو. تسلم، لان انا من اول الناس ونهنوا يعني الاعداد ونهنوا الاعداد اكيد فايزة العفاوي تحياتنا لها فايزة اكيد. يعني ما يقول لك خلي الخبز لخبازة يعني موضوع فسطة حاجة فيها طب وبرضه يعني خلي الخبز لخبازة يعني موضوع بروفيسر للشيء هو لا لا بروفيسر للشيء يعني والله يعني معلومات عادية جدا يعني المعلومة هي اللي كيف انت وصلت بالطريقة اللي حبيتها انا وخاصة التطبيق هو بأمانة اني حنزل تو التطبيق يعني لأن انا من اول الناس يعني في الشتاء ما يجينيش اللي قلت عليها هذه المؤشر مش فهمت وانت مرات عندك نية تشرب تحس روحك انت مش عطشان لكن الجسم يعيط يعني على عكس الصيف يعني لو ان مثلا في فترات قادمة كان يديروا له التحديد مثلا ويبدا بالمنبه يعني بالتوقيتات نوض اشرب لا هيك هلبس مثلا نقول لك مثلا انك انت مثلا نقول لك انت تو شربت شيشه ميه تمام انا نقول مثلا شربت لتر ميه مثلا تعطي علم لل مثلا احنا نقول لتطبيق هو المؤشر انك انت مثلا 1 لتر ميه او 1 لتر ميه يعني شربت مي مرات بعد انا نقول لك 6 7 ساعات ما تجيك تنبيه هو بالضبط هذا اللي يخدم عليه فانت مثلا بتقول قديش شربت وهو معاه الكتله اللي انت بتدخل الطول والوزن في التطبيق عندك فحيعطيك انت لو في خلال اليوم هذا او ال 24 ساعه من بدايه نهارك كم محتاج ميه فهمت؟ بناء على البيانات انت دخلتها فانت لما بتشرب وترجع تسجل معلومات وكذا فيقول لك مثلا انت اليوم شربت الكميه اللي مفروض كويس انت لا ناقصاتك اليوم شربت بزياده فهذا التطبيق يعني حي يلا وجربه وقول لنا عليه انا باذن الله حنزله لان من اول الناس يعني في الشتاء الميه يمكن شربت ميه انت اليوم شربت اليوم الأمانة نتذكر بس يعني ممكن لتر أو إلا أو أقل شوية فهو يعني يقولك إحنا محتاجين 3 لتر فالحق يعني وبدأت الجو صقع شوية فما نقدرش نشرب أكثر من هيك يعني أنا فهي أنت لاحظ حتى أمراض يعني الحصوة والالتهابات المسالك وغيرها في الشتاء أكثر إن الناس ما تشربش فتعتبر واحدة من العوامل عموما إن شاء الله ألف وصحة وسلامة على الجميع وينزل التطبيق وإن شاء الله بالصحة يا رب الصحة وتمشي أموركم طيب ونزلوا Water Your Body Water Your Body 100% أنا وعدة ثانية مش بس كلام